شوف، لكن انا يمكن الشيء هذا اللي مسوي لنا ازعاج مثلا، يعني مثلا خلافات بين ام فهد هي شعيبي، هي شعيبي مع طارق، كلهم اخواننا وهم اساسا اخوان، يعني ان على الاقل يتذكرون هالشغل اللي كان بينهم، هالعشره اللي صداقتهم وزمالتهم اكثر من هذه المشاكل اخوان كانوا فيها. لكن هذه ان شاء الله يمكن عين، وان شاء الله تعدي يعني ان شاء الله. زي ما حاولت تتدخل ولا خايف ان انت لا لا لا، انا الحمد لله امون على عليهم اثنين. زين تدخل خليهم يتصالحون. والله شوف ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله بيطيح كل شيء، بس هالناس اللي تتدخل لا لا، ممكن في ناس مثل ما في ناس تتدخل، في ناس تزيد وتشيش، اما هم الموضوع اللي يرجع لهم. بصراحه ما في اطيب ولا اهدى لا من طارق ولا من هيا، والله ونعم فيهم. صحيح صحيح، كان زين في منك وايد احمد. لا نتمنى والله، يعني احنا حاولنا في فتره كان في عمل سنابات مع استاذ نواف الشمري، ففي حلقه ان بيروح واحد الدور، انه بيروح واحد يخطب لي بتزوج، والعروس اختي الغاليه ام فهد هيا. فقال نواف الشمري المخرج، قال ايش رايك اخلي دور ابوك الشايب هذه يروح معاك اللي يخطبها طارق، ونسوي هالمصالحه بهالحلقه هذه ويطيح الحطب. قلت له بيطيح الحطب، واثنينهم لو تسألهم كل واحد على صوب يحبون ويحترمون بعضهم. وان شاء الله الايام اللي جايه. وشنو صار؟ ما صار؟ لا ما صار، صار رفض يعني، ها لا ما ابي، وانشغالهم. ان شاء الله ان شاء الله تعود المياه الى مجاريها والخلاف.